أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: حماية البيئة مستاءة جراء تسرب كمية من الزيت الثقيل إلى أحد شواطئ طرابلس، إطلاق حملة لإزالة اللافتات المتهالكة في بنغازي، وانطلاق ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم غدا. أعربت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية عن استيائها الشديد تجاه استمرار تسرب كميات ضخمة من الزيت الثقيل من أحد الخزانات المتهالكة في محطة كهرباء غرب طرابلس إلى شاطئ البحر، وحذرت الجمعية من وقوع كارثة بيئية، مطالبة الجهات ذات الاختصاص بسرعة التدخل. استأنفت الشركة العامة للكهرباء العمل على مشروع خط الرويس أبو عرقوب جهد 400 كيلو فولت، وأكدت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة أنحاء ليبيا. أهابت بلدية بنغازي بجميع شركات الدعاية والإعلان ومزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة ضرورة إزالة اللافتات المتهالكة التي تحجب الرؤية وتشوه المظهر العام للمدينة، وأمهلت البلدية المعنيين مدة أقصاها أسبوع لتنفيذ أعمال الإزالة، مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية حيال المخالفين. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن تشكيل حكومة وطنية موحدة تسيطر على كامل البلاد شرط لإجراء الانتخابات، واتهم المشري حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة بأنها تعرقل عملية إجراء الانتخابات في البلاد. تنطلق مباريات الدوري ربع النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم يوم غد بلقاء فريق الأولمبي مع نظيره الأهلي بنغازي في الساعة 3:30 في ملعب بوسليم، وفي الوقت ذاته يواجه الأهلي طرابلس جاره أبو سليم على أرضية ملعب مصراتة. أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة خفض معدلات تدفق المياه إلى طرابلس، وذلك لتمكين فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه من السيطرة على التسرب بالشبكة الداخلية بشارع عمر المختار أمام نادي المدينة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.